ألف هلا بكم متابعي صياغة جودي، مساء الخير ومساء العافية عليكم وين ما تكونون، أذا بالمحافظات أو ببغداد أو حتى إذا كنتوا خارج العراق، فأهلا بكم ببث جديد من فرعنا الأول اللي هو بشارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، والفرع الطابق الثاني والفرع الثاني مالتنا من منصور تقاطع الرواد قيصرية في الكوخ القديم. مساء الخير والعافية عليكم مرة ثانية. شلون نهاركم؟ يا رب نهاركم كله خير وعافية وسعادة. جوهرة الحياة نورة الحلوة المحبوبة حبيبتي تسلمين. طبعا اليوم راح اعرض لكم مجموعة من جديدة، والبعض من عندهن تكررت يعني قد ما طلبوها المتابعين، احنا جبنا لهم اياها وكررناها مرة ثانية داخل المحل. اريدكم تسوون مشاركاتكم حتى يصعد البث. اللي دي شوفني دباوع هنا وهنا، فاني فاتحة يعني بثين بالبيج اللي هو الانستغرام والفيس اثنينات، فباوع منا وباوع منا. روز حياتي عرضينا تراجي برغي صار حبيبتي تأمري. راح اذكركم اليوم الذهب، اليوم الذهب 370 ونشتري 360. براءة فتاة القلادي اللي لابسته ايش قد سعره، راح اجاوبك وبعدين اجاوب على البقية ورا ما تصعدون البث. القلادة اللي اني لابستها هي 5,155,000، شوفوا جمالها كلش حلوة. وهسه ورا شوية ورا ما كلكم تشوفوها انزعها وتشوفوها بدون لبس. ايش قد سعر الذهب؟ الذهب اليوم 370. يلا صعدوا لنا البث. حب العنود حبابه شوفي تعليقي اضواء رضينا شباحيات صار حبيبي تأمرين. هسه انه راح اعرض الاشياء اللي موجوده عندي، ومثل ما عودتكم نفس كل مره نهايه البث نخلص الاشياء اللي موجوده عندي واشوف انه انتم شو تطلبون اعرض لكم. أميرة الأميرات هلا حب، شلونك حبيبي؟ بخير ما دام انتو بخير. انتو شلونكم؟ احكوا لي نهاركم شلون قبل ما نبدي بالمجموعة اللي عندي حتى اشوف لكم اياها. حبيبي جاوبت على ذاك التعليق العنود، جاوبتش المتغير انت محليته حبيبتي كل جداق. زوزو البيضاء بيش الذهب، الذهب اليوم 370 ونشتري من عندكم ب 360. ابو ربيع من الشرقاط احييكم واتابعكم على راسنا، تسلم. يلا سووا متابعاتكم، سووا العفو مشاركاتكم حتى يصعد البث حتى اشوفكم البضاعه اللي عندي. براءة فتاة تمحلي الذهب جمال حبيبتي انت الحلوه، وده شوفيني هيك اني حلوه. حيدر جنابي السلام عليكم بشم ثقال يوم، عيوني الذهب اليوم 370 وناخذ من عندكم ب 360. حبيبتي الله مساء الخير والطيب والعم، حبيبتي مساء الورد على عيونك. تمام يلا سووا مشاركاتكم
اذكركم بالفروع فروعنا، الفرع الاول اللي هو بشارع فلسطين مو النخيل الطابق الثاني، راح تلقون اسم صياغه جودي منوره اول ما تصعدون الطابق. الفرع الثاني اللي هو بالمنصور تقاطع الرواد قيصريه الكوخ القديم، نفس الشيء ما راح تلقون اسم صياغه جودي منور. شاعر البادي ايش ما تجاوب بس على البنات، لا بالعكس اسالني شيء واجاوبك، ما شايفه تعليقك كلش اعتذر، اجاوب على الكل والله بس مو مالين تعليقات هوايه. تمام يلا راح نبدي بالاشياء، وش راح اقول لكم على الاشياء اللي انا لابستها كل شيء ايش قد سعره، وراح اشوفكم المجموعه اللي عندي. هاي القلاده اللي انا لابستها شوفوا جمالها، شوفوا ايش قد حلوه، شكلها كلش حلو. هسه مثل ما قلت لكم ورا بتشوفوها انه انزعها وتشوفوها بدون لبس، اقرب لكم اياها على الكاميرا، اللي هي سعرها 5,155,000. تمام التوت هاي اللي انا لابستها طبعا هاي كلش جميله، شوفوا جمالها، شوفوا جمال هاي القطعه كلش حلوه وراقيه. هاي التوت سعرها 7,710,000، 7,710,000. شوفوا جمالها، مثل ما يعني كل مره انه انا اي قطعه اخليها قدامكم 5 ثواني تلحقون انه انتم تاخذون سكرين وتدزوها على البيج اي شيء تريدون تعرفون سعره. من شان ذني اللي انا لابسه تخاف ما تلحقون على الكلام اللي اقوله، اول مجموعه اللي انا محضرتها تاخذوا له سكرين وتدزوا على البيج، اكيد البيج راح يجاوبكم كل شيء ايش قد سعره وايش قد وزنه. تمام عرفتوا هاي البتوت مثل ما قلت لكم انه هي 7,710,000. هسه هذا السوار، شوفوا جمال هذا السوار، شوفوا جماله، هذا السوار سعره اللي هو 2,415,000، شوفوا جماله كلش حلو وراقي. هذا المحبس المربع طبعا هذا الكل يحبه ويحبون القلاده اللي مثله، او احنا قبل فتره جبنا لكم اللي يكون على شكل مستطيل اللي هو ما شاء الله، هسه وفرنا لكم جبنا مربع، شوفوا شلون جمال ما شاء الله، وانتم شوفوا قولوا ما شاء الله. هذا سعره 945,000، شوفوا جماله 945,000. سووا لنا مشاركاتكم. المحبس هذا اللي انا لابسته شوفوا جماله، شوفوا ايش قد حلو وراقي، شوفوا جمال هذا الشكل النانه، هذا سعره 730,000. هسه على التراتش اللي انا لابستها شوفوا جمالها، هاي التراتش اللي انا لابسته سعرها 575,000، شوفوا جمالها، اكيد هسه الكل عرف اللي انا لابستين كل شيء ايش قد سعره. كل الجروبات شاركت، المتغيره عفية حبيبي شارك بكل الجروبات مثل ما اقول لكم كل مره حتى بالسيارات. نونة ايش قد سعر القلاده اللي لابستها؟ سعرها 5,155,000. طبعا هاي توفرت للمره الثانيه لان دائما يطلبوها هوايه، فيا من يا نصيب منه اللي راح يحصلها المرة، اي واحد راح يدز السكرين مالتها اول مرة هو اللي راح ياخذها، لان احنا دائما انه من نوفرها تخلص بسرعة. تمام هسه مثل ما كل مرة راح نبدي بالبتوت، شوفوا جمال هاي البتوت، شوفوا جمالها كلش حلوة. حبيبي حمودي جيب لي شغله مثل هاي حتى اللي الاشياء اللي اعرضها خليها هنا. أنا شوفوا الجمال مال هاي البتوت كلش حلوه
وش قد راقية. طبعا هاي اذا دا تلاحظون انه هي وردات، شوفوا هاي وردات. اكيد دا تلاحقون تشوفوها. طيب يا حبيبي شوفوا جمال مال هاي التوت. هاي ناسكة وناعمة كلش. شكرا حبيبي. شوفوا الطبلة هنا حتى اخليها هنا، لا اخليها هنا ونضايق الزبائن. شوفوا جمالها جد ناسكة وحلوة. يلا سوينا مشاركاتكم. شو اليوم ما حد يسوي؟ شو نايمين لو شنو؟ شو سعر البتوت اللي انا لابستهم كم مثقال؟ حبيبي سعر البتوت اللي انا لابستها 7,710,000. شوف جمالها. وسعر القلادة اللي انا لابستها 5,155,000. تمام. راح اشوفكم هاي البتوت. بلس احمد افتح هاي. شوف الجمال مال هاي البتوت. قطعة كلش حلوة. شوف الجمال مالتها. كل جميلة. هاي ال هاي البتوت شوفوا شكلها. هاي اللي تكون شوية بها عرض، وهذا النوع الثاني اللي تكون رفيعة. حسب كل واحد شنو اللي يحبه وينجذب إليه حسب كل وحدة. شوفوا شلون هاي الارفاع وهذا اللي بها عرض شوية. في جمالهم حسب كل وحدة شنو تحب. يلا سوونا مشاركاتكم. ياسر البدري محبس رجالي اي متوفر عندنا. هسا اطلع لك وتشوفهم. تراكي تموت حبيبي. هذا من ذوقك الحلو. يا هلا يا روح يوم الجن اللي انشاد شعرها. تسلم كلك ذوق. ايش عجب ذهبكم رخيص؟ لا هو مو رخيص، وانما مسوين تخفيضات، واحنا اصلا اسعارنا يعني تختلف عن البقيه لان كل فتره يسوون تخفيضات. شوفوا الجمال مال هاي القلاده. شوفوا جمالها. شوفوا ايش قد حلوه. هذا الزنجي مالتها وش قد جميلة. أنا راح أنوعكم، ما أبقى إنه بس على البتوت وما أبقى بس على القلادة. كل ساعة نشوف شغلة. شوفوا هاي الجمال، هاي السوارين شكد حلوة وناسكة. شوفوها. هاي أوراق اللي دي يشوفها أكيد راح ينتبه. شوفوا هاي التوت اللي كل مرة نوفرها لكم مرة ومرتين لأن دائما عليها طلب. أنا من الناس كلش حبيت شكلهم. شوف شكلها. شوف شكلها شقد حلو. واضحة عندكم؟ أي شيء إذا مو واضح عندكم الصورة أو الصوت فقولوا لي، حتى إذا صوتي ناصح حتى علي أو الصورة ما واضحة قولوا لي همينة. شوفوا جمال هاي البتوت. Thank you.
اليوم ليش مشاركاتكم قليلة؟ يلا سووا مشاركات. رائع التيشيرت اللي لابسته حلو كلش حبيبتي كلش ذوق. نشوان بيش السعر هاليوم؟ اليوم الذهب 370 ونشتري من عندكم ب 360. شوفوا شوفوا هذا السوار، شوفوا جماله، شوفوا جماله ايش قد حلو، شوفوا الجمال مالته كلش حلو ونازك. مثل ما نذكر دائما اللي هيك يبيه حلقات او سهوله اليارات يصير جميل وابد ما ينمل من هذا الموديل. شوفوا جمال هاي القلاده، شوفوا جمال هيك قد حلو، شوفوا شلون جميله، شوفوا شكلها ايش قد حلوة. هذا الزنجير مالتها وعليكم السلام. وذنيها شوفي لنا ايش قد كانت ولا هيك تسوي. الوردة الربيع اليوم بيش المثقال، اليوم الذهب 370 ونشتري من عندكم 360. أزهار ربيع ما شاء الله يجنن ذهبكم حبيبتي تسلمين حبيبتي كلش ذوق، هذا من ذوقك الحلو. شوفوا الجمال مال هاي البتوت، شوفوا جمال هاي البتوت شكد حلوة، شوفوا جمالها. شوفوا جمالها ايش قد حلوة، هاي ستة. نذكركم بالاجور مالتنا، الاجور مالتنا اكو كم قطعة، اكو كم قطعة فقط، كم قطعة هسه اشوفكم اياها بالملاوي، هي اجورها 4000 والبقية هم عليها تخفيضات، هي اجورها 6000. شوفوا جمال هاي ثلاثة، شوفوا الجمال ايش قد حلوة وشوفوا لمعتها. يلا اليوم شو هدوء مشاركاتكم وين هي؟ شوفوا الجمال مال هاي البتوت، شوفوا الجمال هيش قد حلو، شوفوا الجمال هيش قد حلوة اللمعة مالتها. هاي همينة 6 بتوت، 6. واكيد انتم اذا تطلبون 2 أو 4 اكيد كلش عادي وطبيعي. شوفوا هنا الجمال مال هاي القلادة، شوفوا شلون حلوة، شوفوا جمالها، شوفوا الجمال، شوفوا ايش قد كلش حلوة. اي قطعة تعجبكم مثل ما كل مرة اذكركم انه تاخذون سكرين وتدزوه على البيج حتى يقولوا لكم سعرها ووزنها. جنات الفردوس ايش قد سعر الذهب اليوم؟ حبيبي الذهب اليوم 370 ونشتري من عندكم ب 360. ضحى الموديلات كلش حلوة حبيبتي كلش ذوق، احنا اشيائنا كلش حلوة ومميزة. احمد السيد هاشتا كلها تقول بيش المثقال، اي حقهم يكرموا يعرفون الذهب اليوم بيش، بس انا يعني دا جاوب بس من واحد يجي يعني يدخل على البث من مر يعني جديد فما يلحق على الجواب مالتي، فهو الذهب اليوم. انا كل شوي راح اقول لكم
الذهب اللي هو 370 ونشتري من عندكم ب 360. اتمنى صبروا شكل بيا شكل اتمنى. كم شفت عندكم لأن الصبح شكل وباللي الشكل أتمنى ثبتون على الشكل الصباحي. ما فهمت على شنو يعني تقصدون، قصدكم يعني وقت البث تريدوا صباحي لو شنو؟ أولادي المحبس اللي بإيدك اليسرى، أنا ما أعرف هي تطلع يمكم يسرى أو يمنى، حقولك على المحبسين. المحبس هذا المربع هو سعره 945 وجماله اذا على هذا تقصدين، او اذا على هذا تقصدين فهو 730 وجماله كلش حلوات. شوفوا الجمال مال هاي البتوت بشكلها جد حلوه. أني يلا صفتهم يلا شبلكم إياها. شوف الجمال هيك جد حلو. أبدا تشوفون اللمعة مالتها هاي، هم يعني أجورها 6000 بس. شوفوا الجمال مال هذا المحبس، شوفوا شقد حلو على شكل مربع هو، هم هنا اجوره 6000، هم اجوره 6000. شوفوا الجمال مال هذا السوار باع شكله، تشوفون شكله شلون صاير من هنا ومن ناهيج ومن ناهيج، تلاحظون على شكله قد حلو. بس شوفوا شكله هيك وجماله، شكد حلو، شكد نازك وشكد جميل. شوفوا شوفوا جماله شلون حلو ونازك، كلش حلو ونازك. هم هنا اجوره 6000 بس. شوفوا هذا المحبس شكد حلو، شوفوا شكله هيك، هذا شكله من هنا هيجي جماله شكد حلو. شوفوا جمال هاي القلادة، شوفوا شكلها، هم هنا اجورها 6000 تقريبا، اغلب القطع اللي موجودة هي 6000. شوفوا جمال هاي القطعة، شوفوا شقد حلوة، شوفوا جمالها كلش حلوة وناسكة همينة. زهرة اشقد سعر السوارات اللي لابستها؟ حبيبتي السوارات اللي أنا لابستها سعرها 7,710,000. شوفوها جميلة كلش وعملية همينة وثقيلة. شوفوا هذا المحبس، هذا المحبس ألوانه مثل ألوان تيشيرتي. يرى موية تيشيرتي، خليها بس لكم إياه. شوفوا شقد حلو، شوفوا النزاكة. شوفوا جماله شكد حلو، كلش حلو. هواي من الناس يعني يرغبون هيك اشياء تصير يعني بيها الوان، ما يحبونه بس يكون ذهب. شوفوا هذا السوار، شوفوا جماله، شوفوا جماله شكد حلو. سيد جمال عباسي، التوفيق للجميع ان شاء الله.
الله يحفظكم، تسلم عيوني وحفظك، الله يحفظ الجميع يا رب، يحفظ أمة محمد كليتها يا رب، يكون حياتكم كلها سعادة ومحبة، ونبتعد عن هذا الوباء اللي عندنا، ترجع حياتنا طبيعية وأحسن وأحلى من قبل. بس المهم أن تكون قلوبنا صافية، واحد يحب الثاني، واحد يريد الخير للثاني، وما واحد يحكي عن الثاني. أهم شيء لما تكون النية صافية تكون الحياة كلش حلوة، الله يفتح وجهكم ورزقكم يمشي. أهم شيء تكون نيتكم صافية، ما تشيلون غيبة أحد. شوفوا جمال هاي البتوت، شوفوا جمال هاي البتوت، شوفوا شقد حلوة. طبعا هاي أربعة بتوت مو ستة. وارجع واقولكم انتم اذا تريدون يعني مثلا بس بتين أرب بس أربعة بس ستة كلش عادي وطبيعي. شوفوا الجمال، اي احد دي يكتب لي بالتعليقات ومدى يعني الحق انه اجاوبه او مدى اشوف تعليقه، وكهو سؤال يعني كيخص الذهب مو فد مشكلة انه بس دزوا على البيج هم ما يجاوبوكم، او عيد السؤال واني اجاوبكم. أنا أملك السحر أقول يا رجالي عبود، إذا ممكن إذا طال عمرك يسعى خاتم أبو ليرة رجالي. صار حس ورا ما أخلص دني أشياء أطلع لكم يعني محابس رجالية. أمير نورة يا وردة، تسلم نوركم. هذا المحبس اللي لابس ايش قد سعره ام حسين حبيبتي؟ هذا اللي هو ما شاء الله، هذا سعره 945. شوفوا جماله كلش حلو. قبل فتره انه وفرنا انه كان مستطيل يصير على طول الاربع اصابع، ما بقى عندنا، فهذا من ما راح يبقى. شوفوا جمال هاي القلاده، الجوان مالتها حسن عبيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بلا زحمة نسمي حضرنا محابس رجالية. تمام زهراج، قل سعر السوارات اللي لابستهن. حبيبي سعر السوارات اللي أنا لابستها سعرها 7,710,000. شو مشاركاتكم؟ شوفوا جمال هذا السوار، شوفوا جماله كلش حلو ونازف وأشكله من قريب. شوف هذا المحبس شلون حلو، شكله شلون حلو كلش جميل. هاي اكو ناس تحب هيك اشياء، هيك اشياء جماله وشكله باللبس كلش كبير عليه. شوف جماله هرجانية. شوفوا هذا المحبس شلون حلو كلش حلو، كدائري يصير شكله بعويش. بس بلا زحمة احد من عندكم يجي بس يفتح لي هاي الاشياء. شوفوا جمال هاي القلادة، بس شوفوا شكلها شكلها شان حلوة. شوفوا الجمال مالتها كلش حلوة.
شوفوا هاي القلادة شكد حلوة، وهذا زنجيلها. شوفوا جمالها، شوفوا جمالها كلش حلوة. خبل علي بس شوفوا هاي القلادة شكد حلوة. طبعا هاي انه يعني تقريبا اغلب البنات مشتريها ولابسيها لان كلش حلوه، ودائما احنا يعني ما تبقى عندنا نجيبها يعني نوفرها ويصير طلب عليها وطلبوها مره ثانيه. شوفوا جمالها، شوفوا هاي القطاده وش قد حلوه. شوفوا شكلها شقد حلو. سويت مشاركة وحضروني. لا محمد سوي يعني مشاركات مو مالي انه يحضروك خطية بعد، ان شاء الله حضر هذا حضرك من يسوينا مشاركات بعد. شوفوا الجمال مال هاي القلادة، كبريائي بشخصيتي لفت انتباهي تيشيرت حلو عجبني بالعافيه من ما اخذته اريد منه، ما اخذته من العامريه بس ما اتذكر من يا محل. يوم الدعايه على التيشيرت مالتي مو على الذهب مالتكم. شوفوا هاي القلاده شكد حلوه، شوفوا جمالها. عفوا زنجير رجالي هذا. هذا زنجير رجالي كلش حلو. بس شو قلت سعرهم اللي يبيدش ام ليان المحبس المحابس جيت سعرهم اللي يبيدش. انا هسه حاليا بيدي بس هذا اللي هو ما شاء الله، هذا سعره 945، هذا ما شاء الله. من تشوفوها نقولوا ما شاء الله. شوفينا حلقات ام البنين صار حبيبتي تؤمرين، ورا ما اخلص هاي الاشياء اللي عندي وطلبوا من عندي محابس رجاليه هم اسويها اشوفك الحلقات. مثل كل مره مثل ما تعودنا نهايه البث من نخلص البضاعه مالتي اشوفكم على الطلبات اللي انتم تريدوها حسب ما تطلبون انتم اشوفكم. شوفوا هاي القلاده ايش قد حلوه، كلش حلوه. دعاء القلاده اللي لابستها شلون سعرها؟ طبعا القلاده اللي الكل سال عنها وهي اللي توفرت قلت لكم هاي المره الثانيه، هاي سعرها 5,155,000، مما انه طلب عليها كلش هوايه. اللي يدس صورتها اول مره يعني زي سكرين يقولون نريد هاي القلاده، فهو اكيد اول واحد هو راح ياخذها لان هاي اخر قطعه باقيه. شوفوا الجمال مال هاي القلاده، شوف شكلها ايش قد حلو، شكلها ايش قد حلو وانيقه بنفس الوقت. شوفوا جمالها، حلوانية 370 ويا الصياغة. على شنو تقصد 370؟ 370 ويا الصياغة؟ لا بدون صياغة، 370 بدون صياغة. حنين مو سوي التراتش اللي انا لابسته وش قد سعرها؟ التراتش اللي انا لابسته 575، كلش حلوة. شوفوا هاي هذا السوار الحلو،
تشوفوا جماله. هنا اللي بالانستغرام انه عبالهم اني يعني كمدى اباوع، اني فاتحه بث بالحساب الانستغرام وفيس، يعني دا اشوفكم هنا انا وهنا انا، مو اني دا اروح يعني بعيد، لا دا من دا اخلص القطعه من عندكم اشوف اللي بالفيس، ومن اخلص من الفيس اشوف الانستغرام. اي يعني حاولوا تفهمون هذا الشيء. شوفوا الجمال مال هاي القلاده، ام عبدي شو ما تذكرين الوزن والسعر حبيبي. انا اذا اظل اذكرهم فاكيد وقت ماكو. انتوا اي قطعه انه هي عجبتكم مجرد تراسلوني البيج، هو حيقول لكم على سعرها وعلى وزنها، بس دزوا الصوره اللي انتوا عجبتكم. اشكبر خشمي شو اسوي له، والله هذا خشمي، هو خشمي شو اسوي له، كلش حاطين باله متابعينه ويا خشمي. ميسون سعر السوار البيتي ايش قد سعره؟ سعر السوار اللي بيدي 1,415,000. شوفوا جمال هاي القلادة اللي هي مكتوب بيها صدق الله العظيم، شوفوها شلون جميلة وحلوة، شوفوا جمالها، شوفوا جمالها ايش قد حلو وناسكة كلش. خلي اعرض لهم المحابس الرجالية اللي طلبوها، الاشخاص اللي طلبوا المحابس الرجالية شوفوها. ام جنة اليوم طالعة قيامر حبيبتي، وهاي عيونك الحلوة. المندوبة ام محمد سعد ختمت المشاركة، حبيبتي عاشت ايدك، امشي مشاركاتكم حتى يسعد البث وشوفوا اكثر عدد ممكن. مروشة محمد البنية كانت قبل تشماكو اللي قصدكم على ولاء، ولاء موجودة بعدها تقدرون تشوفوها بالفرع الثاني، مجرد تكتبون صياغة جودي فرع المنصور يومية بث راح تشوفوها، بس تابعوا الحساب مال الفرع الثاني مالتنا، اول ما تسوي بث راح يطلع لكم وجهها الحلو. وردة الجوري، وردة الجوري القلادة اللي لابستها بيش، القلادة اللي أنا لابستها سعرها 5,155,000. شو جمالها، مثل ما ذكرت لكم هاي آخر قطعة لأن توفرت للمرة الثانية، دائما إنه يطلبوها وتخلص، هاي آخر قطعة من حظ منه حتصير. نرجع المحابس الرجالية، تفضل هاي المحابس الرجالية اللي طلبوا محابس رجالية، هاي المحابس شوفوا جمالها، شوفوا الجمال، هذا المحبس الثاني شوفوا شكله كلش حلو، شوفوا شكله، شوفوا جماله، مبين رجالي كلش جميل. شوفوا هذا المحبس، شوفوا جمال هذا المحبس، هذا هم رجالي، شوفوا هذا اللاخ ايش قد حلو وبي راس الاسد، شوفوا جماله. هذا ودول اللي عيد ميلادهم هالفتره اللي هو برج الاسد، اللي يريد ياخذ هديه رجاليه شكله اسد، فاصحاب برج الاسد ودولهم هذا المحبس حتى يرهم، كلش حلو. شوفوا جماله، شوفوا
شوفوا هذا المحبس كلش حلو 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 شنو حلو وانيق كلش حلو انيق شوفوا شلون حلو انيق حيل شوفوا جماله هذا شوفوا شكد حلو ها خلصت اللي بيدي ما شاء الله سعره 945 يلا سووا مشاركاتكم اذا ممكن اسعار الذهب مهدي اذا ممكن اسعار الذهب سعر الذهب اليوم هو 770 عفوا 370 ونشتري من عندكم 360 اذكركم بالفروع مالتنا الفرع الاول شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني الفرع الثاني اللي هو بالمنصور تقاطع الرواد قيصرية الكوخ القديم اللي طلبوا محابس رجالية انا عرضت لكم المحابس الرجالية الموجودة هسه راح اشوفكم فد محبس كلش حلو وحقول لكم شنو شلون راح تستفادون من عنده شوفوا هذا المحبس هذا المحبس على شكل اظفر هاي اكو بعض البنات اللي طالعين فد مكان وانكسر الاظفر مالتش وانكسر الاكريليك مالتش هذا قبل لبسي بين راح الاظفر شوفوا جماله شكله انه اظفر فاللي مكسور اظفره تلبسه وجماله كلش حلو بانج يا سعر التراتش اللي لابسته سعر التراتش اللي يعني لابسته 575 انا متى لحق على التعليقات شنو اللي بدي يطلبوه وردة الربيع القلادة اللي لابستها ايش قد سعرها؟ القلادة اللي انا لابستها سعرها 5,155,000 سعادت بالرسائل بالتعليقات حيدر اول محبس رجالي ايش قد سعره؟ انا ما اتذكر يا هو اللي عرفته بالضبط اول واحد بس تقدر انه تدز صورة مالته للبيج هم راح يجاوبوكم ايش قد سعره وايش قد وزنه رضا الرحمن بيش الذهب اليوم الذهب اليوم 370 ونشتري من عندكم ب 360 هسه راح اشوفكم فتخم كلش حلو كلش حلو وراقي شوفوا جماله وشوفوا زيت حلو شوفوا ايش قد ناسف وحلو شوفوا هاي التراتش مالته وهذا محبسه وهذا السواب هاي القلادة مالته شوفوا ايش قد حلو وجميل اكيد اذا عجبكم انه تاخذون السكرين وتعرفون سعره ايش قد تمام شوفوا جمال هاي المحابس شوفوا جمالها ايش قد حلو شوفوا شلون نازك كليتهم اذا الاجور كليتهم فاجورهم 6000 اغلب القطع اللي عرضتها هي 6000 وبعضهم تكون مقطوعه فالمقطوعه اجورها 50,000 شوفوا هذا السوار الحلو شوفوا جماله
أم الروشة ممكن قلايب قصيرة تعرضينا؟ صار $370 بدون أجور. إيه حبيبتي بدون أجور وصافي 370. الأجور مالتنا حسب كل شيء يعني، لا بس الأكثر أغلب القطع مسوين تخفيضات فهي أجورها 6000، ما عدا إنه أكو ملاوي إنه تكون الأجور مالتها 4000. هاي قصيرة تمام. شوفوا الجمال هاي القلادة يعني شكل بزونة، شوفوا شكلها، شوفوا شكلها ايش قد حلو، شوفوا جمالها، شوفوا شكلها ايش قد حلو. شوفوا جمال هذا المحبس، هو على شكل فراشة، شوفوا جماله. المحبس اكيد هسه تحفظتوا هذا المحبس اللي قلت لكم عليه اللي هو شكل اظفر، تحتاجون ينكسر اظفركم. شوفوا جمال هذا المحبس وشكله شقد حلو. طبعا هاي القطعه اخيره، شوفوا جماله اللي طلبوا الكلايد القصيره هياتها جبت لكم اياها. شوفوها ايش قد حلوه، شوفوا ايش قد حلوه، شوفوا جمالها. يوسف الدنيامي السعر المحبس اللي لابسه ايش قد هذا ما شاء الله، هذا سعره 945. هو ما شاء الله من تشوفوا قولوا ما شاء الله. شوفوا هاي القلادة، هاي القلادة شوفوا جمالها. شوفوا هذا الشال، شوفوا جماله، شوفوا شكله، شوفوا شكله ايش قد حلو، شوفوا شكله، شوفوا النزاكة مال هاي القلادة، شوفوا ايش قد حلوة. اي شيء مثل ما قلت لكم اغلب القطع اللي عرضتها هي اجورها 6000، واكو بعضهم مقطوعه فهو على المقطوعه 50000 بس. بيش سعر الذهب اليوم؟ هو اليوم 370 ونشتري من عندكم ب 360. ارجع اذكركم بفروعنا، الفرع الاول اللي هو بشارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، الفرع الثاني مالتنا اللي هو بالمنصور تقاطع الرواد قيصرية الكوخ القديم. اكيد احنا هنا وصلنا. اخر شيء راح اذكركم اللي هو عندنا التوصيل، التوصيل بغداد وبكل محافظات العراق، بغداد بنفس اليوم نوصل الطلب لكم الباب البيت، المحافظات خلال 48 ساعة. واكيد وصلنا لنهاية البث، يا رب البث عجبكم وعجبتكم البضاعة مالتنا، تحياتي لكم.